الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وعلى
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه فاستوى على وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وأصحاب الحق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاطمة الزهراء بنت الأمير سيدنا الحسن الحسين الجليل بن مسلم البشر والزهراء بن الأرواح جميع الصحابة والأقارب والأنبياء المشهورين الأرواح جميع أولياء المشي المغارب وزوج وزوج الأرواح أحمد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وحسن الأرواح والأبي أسد وحسن الأرواح والقدر الجليل وزيد محمد بن عبد الحسن الأزمان 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 الشامي أسد بن عبد الرحمن بن البني الوزير وزير حبيب علي بن محمد بن حسين بن الأرواح وحسن الأرواح الشيخ محمد شاب عبد البن بن حمدي عبد بسم الله الرحمن الرحيم محسن من قول جاء بسم الله شيخي مربي رعاني زين بن عبد القنيل بن الوزير وفي بسم الله الرحمن الأولياء بسم الله 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 الأولياء بسم حبيب مصطفى بن عبد القادر عيد بن حبيب علي بن عبد الله القادر وسلم بن حبيب علي بن عبد الله الباشم وسلم الشيخ حجي محمد قرطبي بن محمد حلو الشيخ كي حجي محمد محفوظ أمين بن محمد رملي وإمين ثم إلى أرواح جميع ورياليكم أمهاتنا وأجدادنا وعمتنا وخالتنا وخالتنا وخي أخواننا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الله غشاهم بالرحمة وأن يعيد علينا وأجدادنا وأزواجنا وأولادنا وأجدادنا 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 ومن حوت ربنا ومن أحب وأحسن إلينا من بركة المأثور 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 فجعلنا من حزب رزق محبة وتوفى العالم بجمل المسلمين وقد سبقت عدل على ليس على هذه النية وعلى كل من آمن سلف الصالح وإلى حضر ذلك الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد.
محمد أشرف بدر في الكون يشرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي ندعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى وتحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. ربي صل على محمد من بالسخاء واللفا تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد فافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على. يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي ترتاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الفاضح برهانه المبسوط بوجود كرمه واحسانه. تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق والحكمه وطلع علمه وبلغ لهم من فائض المنه ما جرت به في اقدامه القسمه. فارسل اليه مشبه خلقه واجل عبيده رحمه عن قد ارادت الازليه بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشر اثار شرفه بعوالم الشهاده والغيوب. فما اجل هذا المن الذي تكرر في المنان، وما اعظم هذا الفضل الذي برز من حضر الاسلام سوره كامله ظهر في كلم محمود. فتعطرت وجودها كما بالوجود، وترست برد العوالم بطراز الكريم. اللهم صل وسلم وصلاه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جل العقوب عالم قلسين واسع جهم قضى بانتشار فقه في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنزلق بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترداد. حيث ابرز من علم الامكان صوره هذا الانسان.
ليتشرف في ثقلان وتنتشر اسراره في الاقوان فمن سنك اصل في قلب منيب الله من سبابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا على قلب جروره قد توالى بحبيب عم الالم نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى بحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدلت بشرا كاملا يسيح الضلال والواقع ما قدر اضرب عدم في شؤوني وكمالا وسبحان الذي ابرز من حضره الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان يحاول بتعقل معنيه الجلال ان تشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق يموت فتبارك الله من اله كريم بشرتنا اياته بذكر حكيم ببشاره لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص الرحيم فانفجت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرضي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والفعل يحفظ بها في صدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة فشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات أوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية برز فيها في خلال الجمال فقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه وغايته الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه بصلاة يتصل بها روح المصلي عليه بصلاة يتصل بها روح المصلي عليه يمد في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويقضي بها بعنايه الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهبة المجد بقربه فتبينوا لنا شرف الأصل بوده وحبه ما عطر أقوال بنشر كرام النسيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من جاره
ولا يرى يا من يرى ولا يرى فانظر عمن وراء فانظر عمن وراء بمن إليك قد سرى روحاً وجيزاً من لم يرى بمن إليك قد سرى روحاً وجيزاً من لم يرى Oh.
كلام يرضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت رضا الله في العهد القديم بظهور أصغر التقصير البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيض سرير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين، عامل في الكمال المطلق والغش التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون الأصحاب الكريمة والبطون، فما نظر الضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه، فقد قضت الأقدام وسنيت بما قضت وأضاءت من سر هذا النور ما أورت، وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى عبر جميعا من شهادة البشر ذاك البشر، ونورا حير الأفكار الظهور والبار، فتعلقت إمة الراقم يعني روح وروف بأن يلقم في هذا القاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، وإن كانت الرسولة في بعشر أشهر أوصاف ذلك الموصوف أشمئق المستمعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تغرب الأقدام عن شؤون خير الأمان، ولكن الزني لا تدري لما عبده من سر شر المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقي طاعته في الكون منشورة على من الأيام والشهور والسنين، داع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. لقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفور من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، والشمائل التي ياسر الشمائل وهنا حسن أنك بتما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار
ليتشرف بكتابة القلم والقلطاس وتنزع في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد تعتقدر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدلت الروايات بأنه أول خلق جندا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت ذو علم القديم إلى من خاص بتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فوقها بطنها فضمت عشاها من عهد الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تيلو ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عملا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتنبت على الهدى عن عيوطات بطنه وتنتشر في آثار مجيء الصميم اللهم صل وسلم أتنين على نبينا محمد الروح الرحيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الله أنغادد يا رسول الله يا عظيم الجامع عليك صلوات الله الله يا رسول الله يا حبيب يا عليك الله عبد من بعد
يا ودليلك من أعدى فجد بي وأرحالا قد قابلنا Oh,
عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المقنونة والجمرة المصونة والكون كله يصبح يمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شرق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح عبارة معلنة بكمال البشارة. وما من عامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. وما من عامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله من نجوم بيت كريم وبسط في العالم الكبير ما يتجب التعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا داويني نور الحي داويني وانظرني داي داويني يا نور الحي داويني وانظرني داي داويني داي يا نور يا الله يا الله.
لأجل من العقابات شفاعة بيوم الدين لأجل شفعنا هذا المسطور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم فآمنا في عالم الطهور نورا فا
فاق كل نور وأنبت العظم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من عور العين من قسم الله له من الشرب القسمة الوافية فأنت الذي رتب الله على عبوده وجود هذا المولود فانفلق تضع الكمال من النور عن عبود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا رسول الله
مرحبا بك إن بك نسعد يا ربي.
ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تذوق عن كتابة يقول الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا والرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المرتضي على المعنى الجد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الرب الشفيق الرحيم باليتيم والرملة وله مع ذلة أخلاق الهيبة القوية الذي تدعي منها فرائص الأضياء من البرية ومن نجم الضيوف اعضاد القوه والمنازل وابعث به قضايا لدى المجاء ليس والمحاضر وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكماليه والمنفعل في خلقي وخلقي بأشرف خصوصية فما من خلق بالبنية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد عدا مجدها أخذت على نجسها بعنانه وقد مرض القلم في بدره ما أفاده العلم من وضع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقدام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومن ذلك يحسن الخلق كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا الرحيم الله سلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرفا نسلم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد امين وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما اللهم فكر من دار الاوصاف المحمده يقول توجهت الى الله متسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعله محمودا ويطبع عملي في العمل المقوله وتوجه بتوجه الخالصه والصدق الموصوله. اللهم يا من اله الا الامل من الله جل وعلا بحجه جهد الحضور الشهر منه بالروح والمراحمه توجه اليك بشر الوسائل لديك المسلم عليك وسلك الامين سيدنا محمد الذي عمد رساله العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله لامانتك وعن يسرك وحامل ذي ريد شامله الا بالاقوام المحبوب لك المخاصره بالشرف الاخر بكل موطن من موطن القرب مظهر واسمع ذلك بعبادك وصدقك وشر شانك لاهل بذلك اذ لكونين وشبه ثقل العبد المحبوب الخالص والمخصوص منك باجل الخاص والوائز وصلى وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضره الضرار من احبابه. اللهم انا نقدمك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشر المقام العظيم ان تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اقوالنا وتقلبنا في جميع رعايتك وزين وقايتك وتبلغنا من شرف القرب اليك من هذا ويتاملنا وتقبل منا ما تحرقنا بمنيتنا وعملنا واجعلنا في حظ هذا الحي العظيم في طريق اتباع لسانك من حج معك من امتنا عليك من حافظه. اللهم انا نطمع في رحم الله خاصه ولا تعلمنا ودون جميل هي وسيلة إليك أبرك خيبنا آمنا بك برسول ما جاء به من الدين وتوجهنا بلك نشبع أن تلقى بالمذبا منا بالغفران أن تلقى بالمذبا منا بالغفران أن تلقى بالمذبا منا بالغفران ومشي بلا أحسن السؤال إلى ما سأل والمعمل من أمل وتجعل النصر أنه وله وزر وله وظهر وعمل بركة بشري في رزقنا أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وأدينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات أجب راددين في جميع أرض منشور الإسلام والإيمان بها المأمورة معنى وصورة واشفي لهم عقوبة المكروبين واشفي لهم عقوبة المكروبين واشفي لهم عقوبة المكروبين وقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وفي المذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك يا بني كرم من اجمعين في شر المعاصي وانشر عدلا وتلقي بجميع النواحي والاقوال وايدهم بدين من عندك وانشر عن معاهدنا المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بلسنا في جميع البلايا واجعلنا يا رب بلسنا في جميع البلايا واجعلنا يا رب بلسنا في جميع البلايا واهلنا المكين من الدنيا والخطايا وادبنا في العمل بدعائك وسيرنا في خير القائم وتوفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وتوفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وفيتنا يا الله فضفنا مسلمين امين واختم لنا منك بخير معين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والقلوب وعلى اله وصحبه لمن شاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله يا رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين احمد المرسلين وعلى اله أجمعين. يا الله يا رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد البشر وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. وصلى على ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسول الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا خير المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب الرسول أجمعين آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكرم وعظم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو لا تخلف زنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ما بين يديه خلف الله حجة نبي شيء من عبده من شاء واسع عرشه لا يؤوي ما هو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله السلام يرد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ من شر ما خلق من شر الغاسق ومن شر النفاثات في الأعقاب بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا من سبحان الله وما صلينا من اللهم صل على سيدنا محمد وما كبرنا من الله أكبر وما حللنا من لا إله إلا الله وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها صوابا جزينا وأجرا عظيما اللهم أوصل صوابها إلى روح النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا وأزواجنا وأولادنا وعشيرتنا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم خصوصا إلى روحي
pantong bin Rabi si Aymaning binti Bandang Wibece binti Bandu Wahad Haji Almarhum Haji Sahrani bin Akub Wa Almarhum Haji Tahura binti Sa'id Wa Almarhum Akub bin Budas Wa Asna Mawi bin Imran Wa Dewi Siti binti Sulaiman Wa Haji Ardiansyah bin Haji Bakri Wa Haji Sarum binti Haji Amin wa Haji Sibah binti Haji Mar Husin wa Haji Abdul Fattah Sabri bin Haji Sabri bin Haji Sabran wa Muhammad Arsyad bin Norman Shah wa Abdul Ribai bin Abdul Ghani wa Hendra bin Jaina Abidin wa Asma'il bin Ibram wa Haji Halimah bin Abdullah wa Haji Utud bin Abdullah wa Haji Luqman Hakim bin Haji Utud wa Asma bin Nabis wa Nur Aimin bin Abdullah wa Ahmad Dedi Setiawan bin Abdullah wa khususan Habib Ismit bin Abdullah al-Hinduan wa Maryati binti Saryan wa Haji Hasbullah bin Nur Hadi wa Al-Marhumah Suki binti Ahmad wa Haji Hadrani bin Haji Ramlan Alus wa Anasari binti Sultan Luqman wa Guni bin Abdullah wa Aliyah binti Abdullah wa jami'i niat berataan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'akrim nuzulahum wa'asih madakhalahum wa'jafil ula andam bayhim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al kuburahum ya Allah rawdata min riyadil jannah wala taj'al kuburahum hufrata min hufarin niran Allahumma ja'al lahum fida'al lahum minan nar wa'fikakal lahum minan nar wa'itkal lahum minan nar wa'hijabal lahum minan nar wa'najatal lahum minan Allahumma dakhilhum jannata bi ghairi hisab bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa iyyaka nasta'in ya sholatul mustaqim.